قال المؤلف وفقه الله: ويقولون إن القول في الصفات كالقول في بعض. هذه قاعدة، القول في الصفات كالقول في بعضها، لأن الباب باب واحد، فأهل السنة لا يفرقون في القول بين صفتين تحت باب الأسماء والصفات، فما يقولونه في صفة الوجه يقولونه في صفة اليد، وما يقولونه في صفة الإرادة والسمع والبصر يقولونه في صفة الرضا والكراهية والمقت والرحمة، لأن الباب باب واحد والقول فيه قول واحد. وهذه القاعدة رد على الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات ويحرفون الباقي، فيجعلون للسبع قولا وللبقية قولا آخر، فيفرقون القول تحت الباب الواحد. فالأشاعرة يؤمنون بسبع صفات، جمعها السفاريني بقوله: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر بقدرة. هذه سبع صفات. طيب أين صفة الوجه؟ قالوا: لا نثبتها. أين صفة اليدين؟ لا نثبتها. إذا سمعت الأشعرية يثبت بعضا ويفرق وينكر بعضا، فاسأله عن الضابط فيما يثبت أو ينفى، اسأله فسيجيبك بأحد جوابين. الجواب الأول يقول: إن الصفات السبع التي أثبتها أثبتها على الوجه اللائق بالله، فقل له أنت: وكذلك الصفات التي نفيتها لما لا تثبتها على الوجه اللائق بالله وترتاح؟ سيقول: لا، إن الصفات التي أثبتها أثبتها على وجه لا يقتضي مماثلة الله بخلقه. فقل له: وكذلك الصفات التي نفيتها أثبتها على وجه لا يقتضي مماثلة الله بخلقه. سيقول: لا، كيف أثبت لله وجها وللمخلوق وجه؟ فقل له: وكيف تثبت لله سمعا وللمخلوق سمع؟ متناقض. وما كان جوابه، وما كان جوابه، انتبه، انتبهوا لما أقول، وما كان جوابه دفاعا عن صفاته التي يثبتها، فهو جوابنا عليه في الصفات التي ينفيها. فإن قال: أثبت سبعا لائقة بالله، قل: أثبت بقية الصفات على الوجه اللائق بالله. إن قال: إثباتي لا يقتضي تمثيلا، قل: إثبات البقية أيضا لا يقتضي تمثيلا. إن قال: للمخلوق وجه ويدين، قل: للمخلوق إرادة وقدرة. لما تناقض الأشعري؟ لما تناقض؟ لأنه أعطى الباب الواحد قولين مختلفين، وأعطى الصفتين قولين متناقضين. أما أهل السنة يقولون: لا، القول في صفة واحدة هو قولنا في كل الصفات، نثبت وجها لائقا بالله، طيب واليدين؟ نثبتها لائقة بالله، والسمع نثبته لائقا بالله، البصر نثبته لائقا بالله، ما عندنا تفريق بين صفة وصفة. فباب الصفات باب واحد، ويجب أن يكون القول فيه قولا واحدا. فهمتم هذا؟